إلى الحل الكذاب الرافضة، هؤلاء الذين يعمون على أهلنا والبسطاء من المسلمين يريدون التأثير على الأغرار. الحل الكذاب هذا حفيد حسن نصر اللات الهالك. أنا فقط أبين للناس أنه ليس لا هو بمسلم ولا هو بشهيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. وما زلنا مع مختصر منهاج السنة النبوية لمؤلفي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي الرد على الشيعة الكفرة. وقال فصل في طعن الرافضية على أبي بكر رضي الله عنه أن له شيطانا والرد عليه. قال الرافضي الخبيث الأول قول أبي بكر رضي الله عنه إن لي شيطانا يعتريني، فإن استقمت فأعينوني وإن زغت فقوموني. ومن شأن الإمام تكميل الرعية، فكيف يطلب منهم الكمال؟ أعوذ بالله. فيقول أنه قام. طبعا الخطبة هذا كذب. الخطبة التي خطبها أبو بكر قام للناس قال وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله. ولما قال استقيل قال ابن أبي طالب والله لن نقيلك ولن استقيلك، إن النبي صلى راضيك لديننا فلا نرضاك لدنيانا. وهذا المقصود عنه أن لي شيطان يعتريني، يعني عند الغضب، فإذا اعتراني فاجتنبوني لا أثير في أبشاركم. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي. وهذا قال أبو بكر، فيه إيش؟ المدح الكبير له عندما قال إن عصيت الله فلا تطيعوني وإن أطعت الله فأطيعوني. والشيطان الذي يعتريكم تفسر أنه يعرض لبني آدم عند الغضب، فخاف عند الغضب أن هذا التنزل معه على صحته، على أن يعتدي على أحد من الرعية، فأمرهم بمجانبتي عندما يغضب. وقد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب القاضي بين اثنين وهو غضبان، فنهى عن الحكم عند الغضب. وهذا هو الذي أراده أبو بكر، وأراد أن لا يحكم وقت الغضب، وأمرهم أن لا يطلبوا منه حكما أو يحملوه على حكم في هذه الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحكم الغضبان وأن يغضب الغضبان بين اثنين. ويقال أيضا الغضب يعتري بني آدم جميعا، حتى قال سيدنا آدم اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، وإني اتخذت عندك أحدا لن تخلفنيه. أيما مؤمن آديته أو سببته أو جلدته فجعلها له كفارة وقربة تقاربه بها إليك يوم القيامة. وفي الصحيحين شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعتري ما يعتري البشر. وقوله فإن استقمت فأعينوني وإن زغت فقوموني، فهذا من كمال عدله وتقوى، وواجب على كل إمام أن يقتدي به في ذلك. وواجب على الرعية أن تعامل الأئمة بذلك، فاستقام إذا استقام على الطاعة أعانوه، وإن زاغ وأخطأ بيّنوا له الخطأ وأعانوه على الرجوع عنه، وإن تعمد ظلما منعوه منه بحسب الإمكان. فإذا كان منقادا للحق كأبي بكر فلا عذر لهم في ترك ذلك، وإن كان لا يمكن دفع الظالم كالحجاج يعني إلا بما هو أعظم فساد منه ولم يدفع الشر، يتركوه من أجل الشر، يعني ضر المفاسد أولى من جلب صالح. ما قول رفضية من شأن الإمام تكميل الرعية، فكيف يطلب منهم التكميل؟ وهذا عنه أجوبة أيضا، أحدها لا نسلم أن الإمام يكملهم وهم لا يكملونه، بل الإمام والرعية يتعاونون على البر والتقوى، كل من يكمل الآخر، لا على الإثم والعدوان، بمنزلة أمير الجيش والقافلة والصلاة والحج والدين. فقد عرف بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى عند الإمام دين ينفرد به، لكن لابد من الاجتهادات في الجزئيات، فإن كان الحق فيها بينا أمر به، وإن كان متبينا للإمام دونهم بينه لهم، يعني علمهم بالدليل، وكان عليهم أن يطيعوه إن كان مشتبها عليهم اشتوروا فيه حتى تبين لهم. وإن تبين لأحد من الرعية دون الإمام بينه له، وإن اختلف الاجتهاد فالإمام هو المتبع في اجتهاده، بل ولي الأمر يرفع الخلاف. ولي الأمر يرفع الخلاف. ثانيا هذا كلام من أبي بكر ما زاده عند الأمة إلا شرفا وتعظيما، ولم تعظم الأمة أحدا بعد نبيها كتعظيمهم للصديق رضي الله عنه، ولا أطاعت أحدا مثل ما طاعت الصديق رضي الله عنه. والصديق أنا هو خير الناس وسيد الناس، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما طاعت الشمس ولا غربت على خير من أبي بكر بعد الأنبياء والمرسلين. والذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يفرهم الذين بايعوا أبي بكر رضي الله عنه، وارتضى الجميع بإمامة أبي بكر أو بخلافة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. الذي بعده ثم قال الإمام فصل في طعن الرافضي على بيعة أبي بكر بأنها فلتة
والرد عليه. قال الرافضي الخبيث الكافر: قال الثاني قول عمر رضي الله عنه كانت بيعة أبي بكر رضي الله عنه فلتة ووقى الله المسلمين شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه. وكونها فلتة يدل على أنها لم تقع عن رأي صحيح. ثم سأل وقاية شرها، ثم أمر بقتل من يعود إلى مثلها، وكان ذلك يوجب الطعن فيه. خبص يحملون كلام عمر بن الخطاب على أسوأ المحامل، ولا يحملونه ولا حتى على الظاهر الحقيقة، أمر عجب. أجاب أن لفظ عمر ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس من خطبة عمر التي قال فيها: ثم قد بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو مات عمر بعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بعت أبي بكر فلتة، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن قد وقى الله شرها، وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر، ومن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه، تغرى أن يقتل، وإنه كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث أن الصديق قال: وقد رديت لكم أحد رجلين فبايعوا أيهما شئتم، فأخذ بيدي وبيدي أبي عبيدة وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها سبحان الله، وأن أقدم فيضرب عنقي لا يقربني ذلك من اسم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، اللهم إلا أن تسوى لنفسي شيئا عند الموت لا أجد الآن. يعني يقول أنا ما أتقدم، ومع ذلك أنا وقعت فجأة لم تكن قد استعد، يعني ما استعد الجميع حتى ألف البيوتات، لأنه السقيفة انقلبت وقالوا منا أمير ومنكم أمير، لذلك كان لابد من حسم المادة، لأن أبو بكر كان متعينا لذلك، فلم يكن يحتاج في ذلك إلى أن يجتمع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فاجتمع الناس جميعا على أبا بكر وارتضوا أبا بكر إماما لصلاتهم، فلن يرتضوا به إماما في دنياهم من باب أولى، وليس على ما حمله هذا الحل الكاذب الخبيث، بل المسألة على أنها كانت المسألة على السرعة والفجأة، لأنه كانوا قد اجتمعوا في السقيفة، وجاء عمر الخطاب فقال له: يا أبا بكر أدرك الناس، أدرك السقيفة، فلما ذهبوا وكان من الله جل في علا ما فعل على أنها يعني جاءت البيعة، قالوا منا أمير منكم أمير، قال: لا، الإمامة في قريش، من عارضهم أو من نازعهم فيها أكبه الله في النار. وقال: سمان الله في كتابه الصادقين وسماكم المفلحين وأمركم أن تتبعوا الصادقين، قال: يا الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأقروا جميعا وكلهم بالإجماع بايعوا أبا بكر رضي الله عنه أرضاه. الحل الكاذب كما قلنا يتلعب بالألفاظ ليلعب مع الأغرار، يأتي بالمشتبهات ويترك المحكمات في ذلك، كما نرى البسطاء من عامة الناس الآن يفعلون ذلك مع العلماء، يريدون هدم الصرح الذي لا ينبني إلا بهم، فسبحان ربي العظيم، والحق حق أن يظهر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.